كافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة باميلا الكيك. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة باميلا، ومكافيين هيك نوقف على محطات مسيرتك الفنية ومحطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك يلي هي صبايا 3 عام 2011. باميلا، بتقولي مسلسل صبايا ساهم بانتشارك وانطلاقتك بسوريا؟ ليك أنا في سورية عندهم حب لإلي صراحة، شوي رح قلك أكتر من اللبنانية. هلأ؟ حب يعني بحس بدفى وقت أكون بسوريا. أنا عن جد بالشام أنا ما بقدر أمشي كتير كتير. أنا بحبهم كتير، بحبهم كتير، يمكن من أنا وكنت صغيرة كلبنانية أسمع ناس نحن اللبنانية من بعض نقول إنه سوري فلسطيني، وبعدنا لليوم يعني بعدنا لليوم اللاجئين السوريين مش هذا بشكل كتير واسع. مش هيك هي اجت من وقت يمكن انا وصغيره كردة فعل انه رح حبهم اكثر لانه كل لبنانيه ما بيحبون، وبالفعل حبيتهم وفهمتهم. وحتى اذا عم نحكي فنيا فني، مش عم بحكي سياسيا وهيك، انتبه بدنا نفرق يعني. حتى في احكيك عن ايران ما بكون عم بحكي عن السياسه، بايران في فن في كذا بفصل انا. ايه انا عندي شيء يعني مش صبايا، يمكن صبايا ما بعرف، بس في حب لإلي انا كثير بحترمه وبقى. طب اليوم كيف عم تبادليهم هالحب مع الهجوم يلي عم يتلقوه تحديدا بسبب قضيه اللاجئين السوريين من معظم الجهات اللبنانيه؟ ليك انا رايي هلا بهذا الموضوع كثير كثير طويل، يمكن بدنا حلقات لنحكي عنه. باختصار شو بتقولي؟ باختصار القصص ماشيه غلط بالنسبه إلي، مش على لا لاجئ سوري ولا تنحكي باللبناني. اول شيء شو عم بيصير غلط لاوصل للجوء السوري، انا تاندغدو يعني اونتر طان لنوصل لوقتها، لا انا اوصل لاعطيك رايي باللجوء السوري. من هلا لوقتها ما في شيء واضح، مين اللي عم بيستلم لنا، شو عم بيعملوا، شو يعني. هلا انا بدي اجي بالاخر ابدي لك رايي بشيء صغير نقسمه انه طلع بين اللاجئ السوري وبين نحن اللي بلبنان اصلا شو عم نعمل بلبنان، ما رح اروح لهونيك. بس رح اقول لك انه هي بس عم بتصير بلبنان، غير بلدان شو عملوا من خصوص هيدا الموضوع، كيف عم بيحلوه بالأردن بمصر كيف عم بيحلوه ما بعرف. خلينا نرجع لمسلسل صبايا. الممثل أيمن رضا أثناء حلوله ضيف معي بالبرنامج قال بحلقته معي الصبايا بطلوا صبايا بسبب عملية التجميل، شو تعليقك على هيك تصريح باعتبارك كنتي بهالعمل؟ أنا كثير بيأسفني أنه كنت أقول أنه أنا من القليل أبقاش في غيري، يعني اليوم كل ما حدا بيتطلع فيي أول شيء بيقرب بيعمل لي هيك، كيفك باميلا؟ بعدك على طبيعتك؟ والله سافا، إيه ما عم بيصدق إنه بعدني حابة حالي مثل ما أنا. ولبل إذا بدك إياها أكثر، إيه هيك عم نعطيك سكوبات وحابينك اليوم. طلع فيي جالس، أوكي؟ منخاري ألوق. منخاري بده عملية تجميل. أنا من وقت ما كبرت يعملوا لي الميك أب أرتست كله، هلا هون نحن بالكونتور شوي منكبر. ياما نصحوني ابره صغيره هون، ابره صغيره هون، ابره صغيره هون، ولا مره دقيت. ليه؟ ما بدي دق. ضد عمليات التجميل؟ مش ضد، يمكن انا بس صير بي انا بدي مش غير حسن ما بعرف. بتأيدي تصريح ايمن رضا؟ مش بس على بنات صبايا، لانه نحن عم نحكي عن هالمحطة. البنت صارت عم بتشكك لي، اذا عم نحكي هلا شيلوا كل شيء على جنب، عم بحكي مع البنت وبس مع البنت، مش مع الانسان والرجل. حتى الرجل يمكن صار لازم نحكي عنه انه عم بيتوجه للقصص. اذا انت مرتاح تعمل القصص، انا اليوم ما بقى اليوم بس عم شوف بنات اني كنايه عن تضاريس معينه، ومش تضاريسهم مش قصصهم. بسال ليش؟